صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس. السعادة الوظيفية شعور جميل لا يمكن وصفه، وهذا الشعور الجميل يدفع بالموظف إلى الإبداع الوظيفي والنجاح العملي. السعادة كلمة بسيطة لكن معناها كبير. نريد من الجميع أن يكونوا سعداء، نأمل من الجميع بذل قصارى جهودهم لنلبي متطلبات واحتياجات الموظفين والمجتمع حتى يكونوا سعداء. الرضا الوظيفي لا يعني أن تحصل على مزايا من وظيفتك، بل أن تشعر بالسعادة والمتعة الحقيقية عند أداء العمل الذي تحبه. فاعمل ما تحب واستمتع بأدائه وإن كانت مزاياه بسيطة. أسرع وسيلة لتكون سعيداً هي أن تغرس السعادة في نفوس الناس. تم افتتاح مركز التداوي الطبي في 13 يوليو 2014 بهدف الرعاية الصحية لكافة الموظفين لتوفير الوقت والجهد من خلال تجهيز أحدث الخدمات الطبية في مقر العمل، حيث توفر عدة أقسام منها الطب العام، طب الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي والصيدلة. تم استحداث مركز اتصال الموارد البشرية لردع استشارات الموظفين المتعلقة بكافة اختصاصات إدارة الموارد البشرية. يمكنكم التواصل مع المركز خلال أوقات دوام رسمي على تحويله 1777 أو الرقم المباشر 04-313-777. نظام المناوبات الحالي يحقق التوازن ما بين عملي وحياتي الاجتماعية ويقلل الإرهاق الجسدي والنفسي، كما يزيد من كفاءة وجودة إنتاجي ويزيد من فعالية التواصل بيني وبين زملائي ومسؤولي المباشر.